اليوم 18 سعود تم بداية مناقشة الملف، تقدم بعض الدفاع بدفعات أولية، ومن بعد تمت البداية في مناقشة الملف، تم الاستماع للمتهمين الرئيسيين الأولين عبد الصمد الجود ويونس وزياد، طبعا أكدوا اعترافاتهم السابقة التي سبقوا أن تقدموا بها سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام المرحلة الابتدائية، يعني أكدوا جميع المنسوب إليهم وبكل طلاقة، أكدوا اعترافاتهم بشكل تلقائي، ما قناعات الشخصية ديالهم وما عبروا عن ندمهم. هما ندموا ملي جاوا هنا، ندموا. لا دابا يلاه تم الاستماع، هما جميعهم عبروا عن ندمهم في المرحله الابتدائيه، دابا الاستماع يلاه استمعوا للطرفين اثنين، المتهمين الرئيسيين اثنين، عبد الصمد الجود ويونس وزياد، عبروا عن ندمهم، اكدوا اعترافاتهم وعبروا عن ندمهم.